يبقى معنى كده لو جيت اتكلم على تيشو كونتراست بقى بس باستعمال السبين ايكو سيكونس، هلاقي نفس الكير، نفس التيبلز اللي كانت موجوده عندنا قبل كده، بس بدل ما كان عندنا هنا تي 2 ستار بقى عندنا هنا تي 2. اوكي، تاني ده الحاجه الوحيده اللي بيبقى فيه عندنا هنا تي 2 ويتنج، برضه نفس الكلام تي 2 ويتنج او تي 2 ويتد كونتراست، الطريقه الوحيده اللي احصل عليها اللي بحصل عليها بسبين ايكو. يعني دايما الناس بتفكر مثلا في بقى في اسئله او مثلا في كلينيكال ابلكيشن مثلا لما حد يقول انا عايز اصور بيز على تي 2، اوكي يبقى لازم اكون عامل في اعتباري ان انا سبين ايكو سيكونس، وبعد كده اشوف بقى اذا كنت عايز احط معاه كمان تي 1 ويتنج او بروتون دنسي ويتنج او حاجات زي كده، بس في الاخر ابقى عارف ان سبين ايكو هو ده اللي انا بستعمله. اوكي، في الحاجات الثانيه اللي زي التي 1 ويتنج او البروتون دنسي ويتنج ما فيش لوجيك قوي ان انا استعمل سبين ايكو، لان انا كده بحط تو بالسز في حين ان انا مش محتاج اصلا يعني في الحالتين دول اللي هي التي 1 ويتد والبروتون دنسي ويتد، ما فيش تي 2 هنا، مش محتاج تي 2 هنا في حاجه. فمعنى كده ان انا احسن لي استعمل اللي هو البارشال ساتوريشن سيكونس او الساتوريشن سيكونس، او يعني اللي هو في 90 ديجري بالس بس، لان انا لما بحط 180 ديجري بالس انا اكشن ان انا بديبوزيت انرجي في البيشنت، انا المفروض ان مينيمايز الانرجي اللي انا بحطها في البيشنت، اوكي عشان السيفتي بتاعته. فمعنى كده ان انا لو بتكلم على تي 1 ويتنج او بروتون دنسي ويتنج بستعمل الايه اللي هو البارشال ساتوريشن او الساتوريشن ريكفري سيكونسز. لو عايز اعمل كونتراست بيز على تي 2 يبقى ما عنديش حل غير ان انا استعمل الايه، استعمل سبين ايكو اوكي بلونج تي ار ولونج تي اي. اوكي، دي الحاجه الوحيده اللي هي اقدر اعملها في سبين ايكو وما اقدرش اعملها في اي حاجه تانية خالص. اوكي، طبعا ممكن نتكلم برضو عن انفيرجن ريكفري ان هو نوع من انواع تي 1 ويتنج، بس هو اكشوالي ما بنعملش تي 1 ويتنج قد ما بنعمل نالينج للايه، بنعمل نالينج مثلا كومبوننت معينه من التيشو. فعامه الانفيرجن ريكفري هو نوع من انواع تي 1 ويتنج، بس اكشوالي بنستعمله لما نكون مش عايزين بس نظهر كل التيشوز بويتس مختلفه، لا ده انا عايز انال او عايز اصفر واحد فيهم. اوكي، انما بقيه الحاجات التانيه بتبقى اولموست زي ما هي.